قصة اجتماعية مؤثرة سبق وتفاعل مع ملايين المشاهدين عن طرحها قبل 4 سنين ببرنامج سيرة، وانفتحت بتعود إلى الواجهة من بعد ما قرر أصحابها إعادة طرحها على الرأي العام. هي قصة بيت الخانجي وبيت الكردي بطرابلس، خطأ بغرفة الولادة بتسليم طفلتين إلى أهلهم أدى إلى مشكلة لا تزال مفاعيلة مستمرة. رحبوا معي بالسيدة رابعة خانجي والسيد عبد القادر الكردي. ست رابعة أهلا وسهلا فيك. أستاذ عبد أهلا وسهلا فيكم. سنة 1998 يعني من 14 سنة تقريبا حضرتك ولدتي بمستشفى بالشمال، وأيضا زوجتك ولدت بذات النهار، وحصل خطأ بغرفة العمليات بتسليم الأولاد، وطبعا استلمته مواليد بعض البنات الغلط. معقول؟ عادة هالقصص ما بنسمع فيها إلا بالأفلام. اكتشفتوا هالشي بعد 10 سنين؟ نعم. وكان مفروض أنه تصير لوراق اليوم انتهت لا يرجع كل بنت تاخد هويتها المضبوطة، بس هالشي بعد ما صار. صحيح. ليه ست رابع؟ بدنا أوراق من المستشفى وعم يمطلوا فينا وما عم يعطونا اياها. أنتوا هلأ الأوراق طالبينهم لتصلحوا الهويات؟ كرمال الهويات، وخاصة عندهم هلأ تقديم امتحانات البروفي على القليلة، يعني حابين ان البنات انه كل وحدة تاخد اسمها وهويتها وكل وحدة ترجع عائلتها، انه ها 4 سنين صارنا ونحن بنوعدهم وما عم يمشي الحال. هالملف تبعته جانين ملاح، ومنشوف كل التفاصيل بهالتقرير قبل ما نكفي. مثل قصص الأفلام الخيالية، شريط حياة مرق وبعده مكمل بين عائلتين انقلبت حياتهم، آل الكردي وآل خانجي. أنا جايبة توم ما بيشبهوا بعضهم، وبلاقي بنت بالسوق كأنها فلقة توم اللي عندي، بسألها بنت مين وبروح لعندهم زيارة وبشوف مين أهلها وهيك، بتفاجأ إنه مولدة بنفس المستشفى وبنفس التوقيت. عملنا الدي ان اي وطلعت البنت لألي، والبنت اللي انا مربيتها للجماعه اللي كانت عندهم بنتي. الشبه كثير كثير كان كبير، مجرد ما شفتها دغري حسيت انه انا تركت بنتي بالبيت، شو عم تعمل بنتي هون. وكان اصعب شعور عندي اني احس انه هيدي البنت بدي افقدها او اهلها بدهم ياخذوها. قصه صعبه كثير. نحن سكننا جنب بعضنا والبنات تأقلموا على بعض وكل بنت عند أهلها، بس المشكلة إنه بعد 4 سنين لهلأ ما قدرنا نحصل على الهويات. هيدي جنى جبتها من المستشفى. سهام ربيت عند الجامعة، صار مع التبديل. وهون غينا أنا ربيت، أعطوني إياها بالمستشفى على أساس بنتي التام وكله تمام. لبعد 10 سنين صار اللي صار. عذاب الأهل ما بيقل عن عذابات البنات سهام الكردي وغنى الخانجي، اللي لليوم بعد ما استعادوا هويتهم الحقيقية. بعد 4 سنين وقصة لهلا ما طلعت هويتي، وأنا بدي أقدم البروفي، سو بدي اسمي يكون سنة على قافية أخواتي، وأكيد بدي يكون على اسمي الحقيقي خانجي. بحب عائلتي الثانية، بس بالنهاية بدي عائلتي الأصلية. أنا كمان بدي يصير غنى كردي، بيضلوا أخواتي جنى وسنى، بيضلوا أخواتي وأهلي اللي ربوني بيضلوا أهلي. ما بيكفينا أنه عانينا 11 سنة أنه الولاد ما ربيوا بحضننا، يعني كان أنا ولا هني، كمان برضو مستمرين بالغلط. كل بنت إلى حق تحمل هويتها اللي هي من تسبي لأهلها بعد حرمان 11 سنة منه. العائلتين قدموا شكوى ادعوا فيها انه البنتين تم تبديلهم عن طريق الخطأ. بالمحكمة الشرعية خلصنا منها، رحنا على المدنية،
بالمدنية بدهم أوراق من المستشفى بتثبت إني أنا مولدة هونيك وهن مولدين. جبنا أوراق ما قبلوا فيهم، طعنوا فيهم، والمحكمة بدها تودي موظف من عندها تتأكد. للأسف يعني ما عم يخلوا كمان موظف من المحكمة يطلع على سجلات الولادة تيساعدونا لرد الهويات لكل بنت لكنية أهلها. والمستشفى لهلأ بعد ماشي بالغلط اللي ما حدا عم بيدفع ثمنه إلا هالبنتين. بس بدي استفسر منك شو صار مشان المستشفى طلعت؟ هلا اليوم اتصلت فيهم. ايه 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 اوكي شو ما هن عطول ما عندهم موظفين عشو عم يتحججوا؟ قصة هالتوأم اللي شغلت الرأي العام من 4 سنين ما انتهت بعد، واليوم على الأكيد هالقصة ما رح تمرق مرور الكرام، فالهوية حق سهام وغنى المكتسب. مع أنه بعرف القصة بس كل ما أحضرها كل ما بتأثر. إيه؟ الصدفة. إيه الصدفة كيف قدرت تعرفها وتسابر يعني هال مثل ما انت دليل قلب الام او لا؟ ايه والله شو هالصدفه انه امتى تلاقى ببنت شبه بنتها طب الاصل بالسوق وامتى بعد 10 سنين؟ شي غريب. وتسابر وتلحقها لتتاكد مين هي وتطلع بالاخر بنتها. فلازم يكون يا استاذ كلودين انه قلب الام دليله، لانه القصه فعلا ما بتتصدق وتداعياتها رح تضل مأسرة على ضيوفنا وبناتهم. بس على عليهم لأنهم من مرتاحين ولا مبسوطين من هيديك غينة بتفوت لعندهم بتفوت لعندي هيديك بتنهر بتقلي ليه ما عشت مع أختي أنا وصغيرة من عايشة مع أختي. يعني إذا بدنا نتأرج على صور قديمة هن وصغار ما فينا نتأرج عليهم، ما فيني بين له انه هي ما كانت مع اختها، منا متصوره مع اختها هن وصغار يعني كثير. وانت مشاعرك كيف عم تتعاطي معها؟ انا 3 اولادي بالنهايه 3 بناتي وانا من الاساس قلت له ما بطلع عن غنى ولا بعطيكم اياها، يعني لو ما نقعدين جنبنا يمكن نخلي نشوفوها. هو وقتها اللي صار يعني بالسيره وانفتحت كنا عم نهتم بالجانب الاجتماعي والجانب النفسي، مشان هيك ساعدناكم تامنوا بيتين بوج بعض ليصير في هال هذا يعني. كان احسن شيء بالقصه كلها، احسن شيء كان انه قعدنا جنب بعض. ببرنامجه السابق سيره وانفتحت اقترح زفان على العائلتين انهم يعيشوا حد بعض. خلونا نتذكر مع بعض هاللحظه. انتوا قادرين تسكنوا حد بعض؟ انت مستعد تنقل تصير جارون؟ ما عندي اي مشكله ابدا. ما عندي. خليني اعطوني بس تكه، حدا يعطيني التليفون. ومثل ما سمعتوا طلب بوقت زفان التليفون ليجري مخابره بعد ما اخذ موافقه الطرفين بانهم يسكنوا حد بعض. سكروا لي الصوت اذا سمحتوا. وبعد لحظات قليلة أبو ربينا وأبو بلال رجع عند ضيوفه وأعلمهم شقتين بوج بعض أو حد بعض أو اللي هو صارت مأمنة. إن شاء الله هيدا الحال يعني الأنسب والأحسن للعائلتين، هيدا أحسن حال. بعد ما تذكرنا هاللحظة الحلوة خلونا نرجع لحلقتنا. نشكركم كثير. يعني أنا بعتبر أنه المرحلة الأولى من القصة قدرنا نعالجها، بس بما أنه بنضلنا عم نتابع هالقصص اللي بنعالجها وبتصيروا أنتوا جزء من عائلتنا الكبيرة، هلأ بما أنه هذا البرنامج قانوني يعني نحن ملتزمين أيضا بأنه نلاقي لكم حل بقصة الأوراق. أستاذ برواسنو كيف تفاعلت مع هالقصة؟ والله هي قضية مؤثرة جدا. هلا اما من ناحية القانون انا بشوف انه في شقين هون بالموضوع، اول شق اللي هو بيقدروا او لازم يقيموا دعوة ليطالبوا بالتعويض عن هالخطأ اللي حصل بالمستشفى،
ورقم اثنين اللي هن يساووا مراجعة القاضي المنفرد الناظر بقضايا الأحوال الشخصية ليتم تصحيح القيود تاعيتهم عن أول وجديد. نعم. هلا هي وين القصة عيل أو وين بالوراق؟ القاضي المنفرد اللي عم نسمع من الريبورتاج إنه المستشفى عم تتمنع من تنفيذ أمر قضائي اللي هو تمكين الكاتب المحكمة من إجراء تحقيق طالبوا منه القاضي. هلا القاضي اكيد انا كمان سمعت بالريبورتاج انه عملوا دي ان اي. ما فيهم بس بالدي ان اي. دي ان اي استاذ زافان المحكمه عم تاخذ فيه كبدء بينه، لكن كونه منه مقونا بعد بقانون ليعتمدوه كوسيله اثبات، المحكمه بدها تعمل البحث الثاني اللي هو تاريخ حدوث الولاده للطرفين لتتاكد اكثر ويكون الحكم موني. في شغله زياده انه هون حسب ما عرفنا انه في وحده من البنتين يعني في تاريخ الولاده تبعها مختلف عن الثاني، بهيدي الحاله يعني كان كل هدف المحكمه هون انه هي تشوف تقدر تتاكد انه هن بذات الفتره ولدوا. نعم. بذات الفتره هلا بنرجع نتوسع بهذا الموضوع، بس قبل خليني اسال استاذ كردي شو ناطر حضرتك من برنامج على اكيد؟ يعني الحقيقه نحن اول ما حصلت معنا هيدي المشكله كنتوا انتوا السباقين بهذا الموضوع، وقلكم يعني الحقيقه يعني كل الفضل بهذا الموضوع انه قربتونا نحن العائلتين من بعضنا البعض، خليتونا نتقرب. نحن انا اتقرب من بنتي، انا يعني عانيت اسا اكثر، يمكن انه انا ضليت اكثر من شهور يعني لقدرت احضن بنتي. ما بدنا شيء، نحن ما عم نطلب شيء يجيبه من المريخ، عم نقول انه هدول الاطفال تعرضوا لا 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 لجرم، تعرضوا لجرم. نعم. جرم اختطاف، انخطفت كل بنت من اهلها 10 سنين. ست رابعه حضرتك شو ناطره من على اكيد؟ بدنا هويه الاولاد، خلينا يرتاحوا، بركي شوي بتاثر على نفسيتهم اذا الهويه اجتهم او بس يعني صور التوم بيكونوا مع بعضهم البعض، اذا عندهم تكريم بالمدرسه او عندهم شيء محل بفوتوا التوم مع بعضهم بيعيطوا سهام كردي جنى خانجي. طيب صار عندهم الولاد يعني صار عندهم نفسيتهم تعبت من هذا الموضوع. هلا في خطا مستشفى يجب ان يتحمل مسؤوليته. صحيح. ولازم يكون في دعوه قضائيه من قبلكم، هلا بنحكي بهذا الموضوع بعد. صحيح. شوي، ولازم يكون في يعني مسار سريع ضمن يعني الوصول الأصول المعمول فيها لتصحيح القيود وكل بنت تاخد اسمها. هلأ نحن بدنا نشتغل مع المستشفى لنقدر نحصل على الوراق، إذا حصلنا على الوراق أستاذ مروان شو المسار القضائي اللي بتسلكه؟ اللي شايفه أنا أنه المحكمة هذا إجراء طبيعي عامل تحقيق لتاخد هالوراق من المستشفى، ومدى مساره هو الموجودين بحوزة المحكمة أكيد بده يطلع حكم بتصحيح القيود وبيتنفذ بالأحوال الشخصية، وهذا هو المسار القانوني. أهم شيء عندنا هلأ الوراق من المستشفى. الوسيطة جانين ملاح موجودة هلا بالقرب من المستشفى بصغرتها لمتابعة هالموضوع، ان شاء الله هالمرة يعني نقدر نوصل لمحل بموضوع المستندات والورقة المطلوبة. رجي اذا سمحتوا دوبلكس جانين ملاح. جانين. نعم زفان، نحن هلا امام المستشفى اللي خلقوا فيها الصوم غنى وسهام وجنى. بنشوف هلا على الكاميرا انه الورقتين مختومين من المستشفى، بس منن ممضيين من صاحب المستشفى او المسؤول عن المستشفى. لهيك يعني اضطر القاضي انه ياخر او يلبس بهذا القرار، وكلف كاتب من المحكمه. ومنلاحظ انه حدا من التوأم او التوأم مسجلين ب 1/1/1999، فيما البنت الثانيه اللي ربيت عند آل الكردي مسجله ب 18/12/98، لهيك كمان القاضي شاف انه في شيء بهذا الموضوع. هيدول طبعا حسب المحامي ما قال لهم للجماعه وصاحب العلاقه اللي هو هلا امامي او حدي. نعم. رح نفوت نحن وياه على بس قبل خليني اسال يعني نعم جانين، بس بما انك عم تحكي بالموضوع خليني اسال استاذ كردي، يعني شو تبريرك لهالاختلاف بالتواريخ؟ الحقيقه هلا في كثير عيال اوقات هي امتى ولدت؟ انا خلقت بنتي ب 16/12/98. نعم. هلا طبعا انه كانت امها انه سازريان عندهم وعند الوضع كان حرج لها جراحه وهيك، فلما نظهر نحن من المستشفى عملوا لنا على اساس انه الشهادات بتكون صارت ب 18 وانتم تاخرتوا ل 99 لتربح السنه. انه في كثير عالم بيقول لك بلا يروح عليهم السنه. انا وصلت المستشفى 18 12
بس انا سجلت المختار سجليون واحد واحد. قال حرام هيك نكبرها سنه على الفاضي. إيه؟ 12 يوم. يا ريت هيك عملوا معي كمان. نحن 12. بس هلا شفتي شو لوين وصلت. ما هذا هو. عشان هيك المحكمه بتاكد من القيود طوري. المستشفى. المستشفى. بس شو ما كان يعني هي نحن القيود موجودين. بس المش موجود هو الامضاء، يعني هل فينا نسال سؤال، هل صاحب المستشفى او القيم على المستشفى عم يرفض يمضي؟ يرفض يمضي ولا يرفض يعطي معلومات، في فرق. شو السبب ممكن يكون؟ هن كانوا مهرب منه، خايفين من المسؤوليه، يبرروا نفسهم من هذا الموضوع، كونوا في خطا عليهم. بس لما بيكون في قرار قضائي ما بيقدروا يتمنوا عن تنفيذه، ولا هذا جرم جزائي بحد ذاته بعرضه. طيب على كل الاحوال خليها تفوت جانين لنشوف شو عم بيصير. جانين. نعم زمان. عفوا منطرينك على الباب، بس كنا هيك عم نستوضح قصة التواريخ. بدي اساله من اول الحلقة بس تركتها هلا يعني لانفتحت. نعم. السيرة. يلا نحن معك. اوكي نحن رح نجرب نفوت فاذا على المستشفى. انت سبق وحكيتيهم او لا؟ لا بس نحن شفنا انه المستشفى هي اجمالا اصلا طلعنا فيها موظفة واحدة او مستشفى فاتحه صحيح باب واحد ولكن ما عم تستقبل مرضى مثل ما نحن شفنا. فلا من دون موعد. بعد الفاصل، مهمة جنين طلعت أصعب مما تصورنا. شو كل يوم بيقتفونا يومي أستاذ زبان؟ ما بيصير لما الجماعة عم بيخلصوا الهوية. مسؤولة المستشفى عم بتصعب علينا. أما ضيوفنا بطلوا قادرين يحملوا أكثر من هيك نطرة وعذاب. هي عندها مستشفى لازم ترافق العالم. ضيوفنا عنا اليوم ليحصلوا على ورقتين من المستشفى يلي حصل فيها تبديل الأطفال، وهالورقتين طالبتهم المحكمة لتسمح لهم يصححوا هويات بناتهم. بس لليوم وبعد 4 سنين ما سلمتهم المستشفى هالورقتين، وهالقضية عم بتتبعها وسطتنا جنين. توجهت جنين على المستشفى مع جمال فانجي زوجة لضيفتنا رابعة. دخلوا وكلهم أمل إنه هالشخص الوحيد الموجود بالمستشفى وين من شو بالمستشفى يقدر يساعدهم يوصلوا لهدفهم. ما معي صلاحية أعمل شي يعني، ولا أسألك شي ولا ما عندها صلاحية. بس من أولتها مسكرتها بوجهن، فدغري جنين طلبت تقابل حدا من المسؤولين. ما في حدا من المسؤولين؟ بركي موجودين بالمستشفى. لا نحن مسكرين المستشفى أصلا. بس كمان النتيجة سلبية، فطلبت رقم المسؤولة عن المستشفى. كمان رفضت عاملة الهاتف انها تعطيها اياه. عم بتقلنا ان المسؤولة مسافرة. المسؤولة هي صاحبة المستشفى؟ صاحبة المستشفى. شو اسمها؟ في حدا تاني ينوب عنا؟ طيب في مجال نقابل الشخص المسؤول عن الاوراق يلي عايزينها؟ ما هي ست سونيا، بس مش هي اللي بتنزل بتجيب الاوراق من الارشيف. بيقدر بأي اتصال يحكوا معه وبيبتوا هالخبرية مين؟ مين اللي بيقدر يقول؟ المسؤول عن الأرشيف مثل ما عم بيقول. طيب خليني نحكي، بكي بدي لو بيجي بدنا نحكي على التليفون. ما في يجي يعني، ما عم بيجي. طيب ما أنا عم بيجي، بس نحكي على التليفون ناخذ موعد نحن منه امتين بده يجي. كمان ما في نتيجة. شو القصة؟ يعني ريسبشنيست ما بدها تعطينا لا رقمه كرمال تنقدر نتواصل معه تنقدر نحل هيدي القضية. عم بتقول انه لا لازم ننطر نحن ست ثانية، وهي ست ثانية اللي بتحكي مع موظف الارشيف. بعد في نطرة. بالنسبة لزافان هيدا مش عدل، العيلتين نطروا كفاية، فطلب من جنين انها تصر على عاملة الهاتف تتصل بمسؤول الارشيف وتطلب منه يتوجه على المستشفى اليوم. اي ساعة تمام؟ ليش انتوا بتضلكم فاتحين؟ اي ساعة؟ هلا مسالهم 4 سنين، بكره وبعد بكره والتنين والخميس. شو كل يوم بيقتفونا يوم يا استاذ زبان؟ ما بيصير، ما بيصير. ما بيصير لما الجماعه عم بيخلصوا الهويه. فطلع زبان بقرار. رجي سكروا لي صوت جنين، اعطوني هالرقم 03-22. متى تلهم يا جنين؟ اذا هي ما عطيتك الرقم زبان معه اياه. عملنا الاتصال على امل انه الست سونيا تكون بلبنان. الو. ايه مرحبا ست سونيا، كيفك؟ لكن الست سونيا بلبنان ومنا بفرنسا. منيح
مين معي؟ معك زافين من تلفزيون المستقبل. ايه اهلا. ماشي الحال؟ بشكر الله ميرسي. والله اشتقنا لك، صرنا اخر مره حكينا من 4 سنين. ايه بتتذكر، بس انا دايما بذكرك بالخير. بالخير؟ ثانك يو ست سونيا، بس عندي هلا مشكله معك بخصوص اذا بتتذكري موضوع بيت الخانجي وبيت الكردي. ايه وقتها وعدتيني من 4 سنين انه بدك يعني تساعديهم وتعطيهم كل التسهيلات اللازمه ليقدروا يسجدوا هالبنات. بس بدي افهم ليه ما عم تعطيهم الورقه؟ انتوا سبق واعطيتوا المحكمه ورقه امتى ولدوا، بس ما مضيتي حضرتك على الورقه. اول شيء انا كنت مسافره وماني موجوده، يعني لي اكثر من سنه ونص ماني موجوده بالمستشفى، ولا جوزي موجود ولا حدا بالاداره موجود، موظفين عاديين موجودين يعني هيك بس لينطروا المستشفى. نعم ستنا، انا طبعا يعني بحترم اللي عم بتقوليه، بس انا فقدت قدرتي على انه اتحمل بعد 4 سنين، لانه انت من 4 سنين وعدتيني انك اذا انا ما ذكرت اسم المستشفى بتسرعي لهم المعاملات. هلا انت اعطيتيهم كل شيء بس ما مضيتي، يعني المحكمه اليوم رفضت الورقه لانه مش ماضي، يعني ختم المستشفى لا يكفي. مش مزبوط، ما طلبوا شيء مني ما اعطيتوني. كيف يا ست سونيا مش مزبوط؟ ما الورق قدامنا مختومين بس منن ممضيين. كل اللي مطلوب من حضرتك بس اذا سمحتي اذا فيك تكتبيهم، بدنا اول شيء اذا فينا صورة طب الاصل عن سجلات الولادة بالمستشفى. نعم وغيره. بدهم إفادة بتبين تاريخ مغادرة الزوجتين. أوكي. للمستشفى. أعطيتوني 100 مرة. طب أعطيهم 101 آخر مرة. أوكي طيب لحظة دقيقة، أنت هلا وين موجودة؟ نحن ببيروت هلا. نعم أنا لأنه عندي فريق تصوير فوق موجود بالمستشفى، فيهم فيك أنت تتصلي تعطيهم التعليمات بهالوراق. ما في حدا، ما في الا هيدي، اذا ما بتصدق خلي حدا يروح على المستشفى. ما هلا فوق، هن في فوق بالمستشفى. طيب انا عم سجل هلا هيدي المكالمه وبده يحكيك الاستاذ مروان سنو المحامي، تفضل. مدام سونيا اذا انت حابه تكفروا عن ذنوبكم وتساعدون للجماعه، حضورك بالمحكمه واثبات هالواقعه بالمحكمه بتعجلهم بالموضوع لحتى يقدر ياخذوا حكم قضائي ويبدلوا هالهويات. انا بدي اجي على المحكمه. ايه شهادتك مهمه طبعا، انت ليش عيب واحد يروح على المحكمه؟ ظهر انه قصه المحكمه ما عجبتها ابدا لمدام سونيا، لانه اول ما سمعت فيها تذكرت انه زافين قال لها انه عم بيسجل هالمخابره وبطل عجب الموضوع. انت هلا بدي اسالك سؤال، انت قلت لي انه هاي المخابره مسجله، شو يعني مسجله؟ انه يعني بدك تحطها على التلفزيون؟ هلا مش موضوع التلفزيون. لا انا كان عندي ثقه كثير فيك يا زافين. لك يا مدام انا انت عندك ثقه فيي، انا ما عندي ثقه فيك لانه صار لها هيدي الشغله مش عم تنحل. بدي ما عندك ثقه فيني، انت سمعت لهم وقلت ما عندك ثقه فيني باي حق؟ طيب 4 سنين ما عم بقول لك من 4 سنين ما عندي ثقه فيهم، ما راحوا على 4 تلفزيونات هن. يا مدام بس حقهم، مدام هني برايك، هني برايك كان اجوا على التلفزيون اليوم لو من 4 سنين اعطيتيهم الاوراق؟ مش مره ثانيه هي اللي اخذت الولد، منك انت منو مني انا. لحظه سمعنا مزبوط، المره الثانيه هي اللي اخذت الولد؟ شو هالاتهام الخطير؟ فسكرت ست سونيا الخط، وهالكلام استفز استاذ معضاد كتير، خصوصا انه اعتبروا كلام غير منطقي. اصلا بالمبدا ما فينا نحكي نحن بمستشفى مفروض بين هلالين بيحترم حاله وعم بيشتغل بطريقه طبيه وعم بيطبق القوانين الاعراف الطبيه وقانون تنظيم المهنه تبع الطب، انه واحد يقول هو مدير مستشفى انه حدا اخذ ولد، شو دكان الخبريه؟ أيوة. انه بيلقط بيلقط قنينه مي وبيمشي. بس يطلع لعندهم بيقولوا له هن برات المستشفى بشي سيران بشي مشوار بدل ولادهم وحياة الله. ما تحلفي يا ست رابعة، صادقة، بس طالما انتو عارفين انها كانت عم تتهمكن بهالطريقة خصوصا قدام الاعلام، ليه ما رفعتوا دعوة عليها؟ فأنا محاميين، هن اول محامي شو قالنا؟ حاطلع اعمل ود انا وياها، اذا بترضيكم بقرشين مرتبين بتقبلوا بلا محاكم؟ طبعا هلا كاجراء بنالوا. ايه لك طلع لعندها نزل. طيب ما بقى يحكينا هون قال مدعومين، قال لي ها مستشفى مدعومه ما تقربوا علي احسن لكم. تركنا المحامي، محاميين تركونا بعد ما يطلعوا يتقابلوا هن وياها. يلي عم نسمعه مضحك مبكي،
ومسبب قهر كتير كبير لضيوفنا. انت حمدي الله صار عندك ثلاث بنات، لا زعلانه ما منيح للايتية، ما انا معاقه ولا مريضه والله العظيم، والله العظيم من تم اقول قلت في اولاد بيموتوا بالمستشفيات والاهل ما بيحكوا. بس هي هلا منهم قادره، هي منهم قادره انه هلا اذا بتعرقل تنفيذ قرار قضائي كمان بتنحبس. ضيفنا مقهور والدمعه بعينه، ما هين عليه الحكي يلي عم يسمعه من الست سونيا ويلي قالت له قدام كل العالم. ماشيين باساس انه نحن فايتين على البرنامج لهون لنطلع وديا بهذا الموضوع، بس لما تعاملت بهذه الطريقه هيدي انا بصر اني اقيم دعوه على المستشفى هلا وما حاقبل، ولو بدها تعطيني مليون دولار ما حاقبل الا ما تنسجن هي ويسجن كل انسان بيقصر تاني مره بحق اي مواطن بهالبلد. وللاسف الشديد ما في عنا رقبه بهالبلد، انا عانيت من ثلاث حالات سرطان عندي. توفت الماما من سنتين وشوي، توفت اختي برمضان من كم شهر، توفت زوجتي من اربعة ايام، انا ميتت مرتي على حظي وانا عم طلع فيها ما فينا من شيء. هي عندها مستشفى لازم ترافق العالم، انا حرمت بنتي وعانينا كلياتنا من هذا الموضوع. انحرمت اني انا ححطم بنتي من 10 سنين 11 سنه فوق الاجرام اللي عملتيه، اسا عم تمارسي ظلمك علينا، تتمنى الى حتى انا رد بنتي لنسبي لاسمي لتحمي نسبي بنتي؟ وين الجريمه؟ انتوا اعلى من الدوله ومن القانون؟ رجيت اذا سمحتوا رجعت لبقول لمديره المستشفى. ما جاوبي، بس زفان أصر إنه نرجع نجرب مرة تانية. بس قبل طلب نتصل بجنين لتخبرنا شو صار معه، وبلشت جنين تخبرنا إنه الست سونيا اتواصلت مع عاملة الهاتف وعطيتها تعليمات، ويلي هي أنا هلأ تركت رقمي هون عند مدام نهى اللي هي يعني كنا على ريسبشن كنا عم نحكي نحن وياها، تركت رقمي. هي قالت لي إنه بكرة مفروض يدق لي حدا من الأرشيف اللي هو داني، مفروض في حال ما دقوا فعندهم عن جد عندهم مشكلة مع القضاء لأنه عم بيعرقلوا ملف قضائي بهذا الحجم. من الواضح يا جنين إنك عم بتقولي هالكلام أصلاً قدام هدى كرمال توصلوا للست سونيا. إن شاء الله خطتك تنجح. فنطرنا 10 دقايق ورجعنا اتصلنا. مرحبا. أهلا ست سونيا، زفان معك كمان مرة. ايه أهلا. بعتذر يعني بشوي شكلك عصبتي، قلت لك خليك تروقي شوي بنرجع بنحكي. لا طبعا أنا كثير بعزك وأنا كثير بحترمك، بس إنه بتقلي تعي أنت مغلطة وما عم تعطيني ورق، والله العظيم صاروا أخذين مليون مرة ورق، مليون مرة. نعم ستنا، أوكي أنا عم بفهم كل شيء عم بتقوليه، وأنا عندي ارتباط عاطفي بهذه القصة لأنه أنت بتعرفي بلشت من عنا، وأنا حاسس يعني بعد ما أتميت واجباتي كاملة تجاه هدول الجماعة. وأنا لك هلا أنا من الناحية الإنسانية كمان أنا 100% أنا وياكي نعم أنا وياكي متفقين، أنا بدي أبني على هذا الموضوع، أنا وحياتك أنا معك بدي أبني على هذا الموضوع، بدي الورق هاو الورقتين صورة طب الأصل عن الولادة ومصدقة من يعني من قبل إدارة المستشفى بالختم وبالأمضة وإفادة بتاريخ مغادرة السيدتين. ما عندي مشكلة. الحقيقة خطتك يا جنين نجحت، والحديث وصل مثل ما هو، والظاهر إنه ست سونيا بتعرف مصلحتها وين وبتفهم كتير منيح بالقانون، فبعد ما فكرت بالموضوع مش غريب إنه غيرت رأيها. اوكي انا رح كلف شخص، انا رح كلف شخص من الشمال اسمها جنين ملاح، بدي كلفها انه هي هلا موجوده فوق بالمستشفى، بس اعطيهم موعد امتى حضرتك او الاداره المسؤوله المخوله بانه تمضي بيكونوا موجودين فوق. فينا نطلع مثلا بكره بعد بكره. مدام سونيا نحن متشكرك، بس اضافه اشي لما بيحدد الموعد لازم يجي كاتب المحكمه تستقبليه اللي اسمه كارلوس مكلف من قبل المحكمه لحتى يعمل تحقيق ويستلم منك هالوراق.
اوكي ما عندي مشكله مشان تكون المهمه ناجزه ويكون المحكمه اخذت كل المتطلبات هي خلص 100% هيك خلينا نكون تكون الشغله عبرنا ونحن بنوصلها ل يعني بنسلمها بركي بيكون يعني بحضوره بنعطيها لكاتب المحكمه ما عندي مشكله تكرم عينك شكرا لك شكرا يعني واضح انه هاي مش اول مرة عم تسمعوا هذا الحديث بس هالمرة رح اوعدكم وعلى الاكيد نتابع رح تكون الورقة عندكم مثل ما حققنا موضوع انكم تكونوا سوا وشقتين بوج بعض شل هالورق بيكونوا عندكم شكرا فلوا ضيوفنا وبلشت مهمة وسطتنا نفرت جنين المكالمة يلي وعدتها فيها الست سونيا تاني نهار والمفاجأة الحلوة والكبيرة انه اجا الاتصال وتم تحديد موعد مع داني المسؤول عن الارشيف وتاني نهار توجهوا جنين وضيفنا وكاتب المحكمة الاستاذ كارلوس لعند داني تقابلوا مع بعضهم نبشوا على تواريخ الولادة وتواريخ خروج الأمهات من المستشفى وكل واحد حكي يلي عنه بطل الأوراق أول مرة لما طلبتهم المحكمة وبالأخير مضي داني الأوراق وسلمهم لضيفنا هاي هي بس؟ هاي دي هي كل التعرقل كرمالها ورقتين ولو يا استاذ وهيك رجعت لكل بنت كنيتها الأصلية وهيدي نهاية سعيدة لبداية جديدة لهالعيلتين وقتنا لليلة خلص موعدنا بيرجع بيتجدد معكم مثل العادة الأسبوع المقبل للمشاركة ببرنامج على الأكيد الأرقام والعناوين موجودة على الشاشة لتتواصلوا معنا الرقم 70-15-38-31 موجود بخدمتكم 24 ساعة كمان فيكم تحكونا عبر الانترنت عبر zavanonline.com أو zavan@alakid.com مثل ما مكتوبة على الشاشة كمان طبعا فيكم تحكونا عبر مواقعنا وعناويننا على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر هالحلقة وكل حلقة من على أكيد فيكم تحضروها عبر اليوتيوب أساتذة مروان سنو كلودين الراسي واسيم معداد شكرا لكم نرجع نلتقي فيكم الأسبوع المقبل إلى اللقاء وتصبحوا على ألف خير